فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكر فضيلتكم أن الولي يدفع المال للصبي فإن اشترى به طرطعان، يقول، فهو ما زال سفيها. اي نعم، إذا أتلفه بغير فائدة مثل الطعان، مثل يشرب حلاوة ويأكل، ما هذا ما يحسن التصرف، ما يدفع له، إذا بلغ ما يدفع له المال. نعم. ثم يقول حفظك الله: فهل شراء ما يسمى بالألعاب النارية التي تدخل الفرح على الصغار لا ما يجوز؟ إذا كان يشربها ألعاب طعان ألعاب نارية، هذا ما يحسن التصرف. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.